معلش يا حبيبي انا اسفه. تلاش يا ماما تلاش، جرح سطحي والله ما تلاش الحمد لله. ما قلقش ازاي؟ ما قلقش ازاي وانت المصيبه عماله ترف عليك واحده ورا الثانيه؟ انا عارفه طلعت في طريقك دي ازاي. يا مين يا ماما؟ ادم السعد، ادم النحس عليك. شوف بقالك قد ايه في الداخليه ما جرالكش حتى خدش واحد. يا ماما انا كنت في بوليس الاداب، هتعور ازاي يعني؟ يا ابني يا حبيبي، ده انت لما جيت خطبتها نقلوك، ولما نويت تكتب كتابك جات لك طلقه. امال لما تنوي تتجوزها هيحصل لك ايه؟ هيفجروك. والله صابرين بتحبك يا ماما. وانا بقى ما بقبلهاش لا هي ولا امها. بشويش 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 يا حبيبتي، بشويش عليك بشويش حبيبي. معلش معلش. تمام يا حبيبتي تمام. كيفك انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي كويسه، والله انت بنت حلال، لسه حالا كنت بشكر فيك. يا سبحان الله، للدرجه دي القلوب عند بعضها؟ ده انا طول الطريق انا وصابرين مالناش سيره غيرك. كحة مسكاني من الصبح هطلع روحي. يا روحي، طب بقول لك ايه؟ خدي اشربي العصير ده يمكن تطلع. ايه؟ ايه ده؟ عصير ام 3 جنيه ونص؟ اشربي يا امي. قولي بس البعزقة والمصاريف دي كلها. اشربي يا امي اشربي. امال عصام ما جاش معاكوا ليه؟ ايه؟ معقولة يسيبكم انتوا الاتنين كده تيجوا من غير ما يجي يعني يشوفوا ولا ايه؟ ما ماما ساعات في ناس مستشفيات. انا مش قصدي اي حاجة من الكلام اللي انت بتقوله ده، انا قصدي ان هو ما يسيبهمش هما الاتنين يجوا لوحدهم وما يجيش. مش دي برضه اصول الرجولة ولا انا متهيألي؟ اشربي يا ماما اشربي. مش هشرب.